الحمد لله بفضل الله تعالى وبجهود المقاتلين الأبطال استطعنا أن نحرر كل مدننا وأرضنا وأنهينا مشروع داعش الإرهابي في إقامة دولتها المنحرفة والتي هي تشوه الإسلام وتشوه كل قيمة إنسانية حقيقية. لنا الفضل كعراقيين في إنهائها. العراقيون بتضحياتهم وأؤكد الذين قاتلوا على الأرض العراقية فقط عراقيين. أنا أؤكد، أنا أشكر كل من ساعد العراقيين، كل من وقف مع العراقيين، كل من ساند القوات العراقية البطلة بمختلف المساندات. من الناحية العسكرية أنهينا وجود داعش في العراق الناحية العسكرية، ولكن لأنها صحراء ومناطق شاسعة نريد نضمن، وهي عملية ستستمر لفترات طويلة. قريبا سنعلن، بعد أن تنتهي عمليات التطهير سنعلن إن شاء الله، من حق المواطنين أن يحتفلوا ومن حق العراقيين أن يحتفلوا بيوم هزيمة داعش في العراق. بالنسبة إلى إعادة النازحين أمر مهم وأساسي لعدة اعتبارات. أولا تحقيق الاستقرار في هذه المناطق، هؤلاء مواطنين علينا أن نعيدهم إلى مناطقهم. الشيء الآخر، تعرفون أكو انتخابات قادمة وضروري عودة النازحين إلى مناطقهم لكي يساهموا في عملية الانتخاب. إحنا ما يحتاج أؤكد مرة ثانية أن الانتخابات إن شاء الله تجري في وقتها. أنا رحت إلى مركز الانتخاب، استلمت هويتي بطاقة الناخب. أدعو كل المواطنين أن يراجعوا استلام بطاقة الناخب. نريد المواطنين يشاركون بقوة في الانتخابات القادمة. نحيي يعني قرار المحكمة الاتحادية بإبطال استفتاء إقليم كردستان اللي كلنا وقفنا، أكثرنا وقفنا ضده، العالم كله وقف ضده، بس الأخوة للأسف ما سمعوا في وقتها. لهذا ندعو الأخوة في الإقليم إلى احترام الدستور، احترام قرار المحكمة الاتحادية.